في مراكز، اولا المراكز دي ده في بيت مصر، في مركز في مركز الزراعه، في مركز الابانه، في مركز جدا جدا، بس مركز دي تشطب جوه ده كشغل شغل وقت ايه؟ لا انا عايزك تدعي انا استعمل على طيب الدوره. انا هاخد دوره كده، لا انا هاخد دوره قريب مع الاستاذ زياد ان شاء الله، هنقصها فيها دوره تمام، هنعلم فيها ايه المعلمين ازاي يتعاملوا مع الطلبه، كده تبقى دوره كامله بشكل عام، بحيث اللي عايز يخش المجال ده هيبقى ان شاء الله قادر ان هو استعدادها بدل ما يجي للدوره. ليه معلم غير العضله؟ طيب بس خلاص تمام، يعني تكتبوا ورا حاجه بتسال ان خلاص هم عايزين يخشوا، اشوف انا هنفع ولا مش هنفع. طيب ابتدائي كده كده اولا لازم تطور او مش تطور او نفس الماده يعني الجانب الماده العلميه الكفاءه الكفاءه يعني احسن والله اللي بيتكلم المايك. طيب الكفاءة العلمية يعني ايه؟ يعني المادة العلمية نحن سقف بلاغة وأدب اللي هو مجالكم أصلا تمام. يعني في المركز، في المركز اللي انت هتقدمي فيه هيمتحنك في النحو والبلاغة والصرف، هيعملك امتحان تمام، بس امتحان سهل يعني مش هيبقى امتحان برضه صعب قوي، بس امتحان انت راجل خريج لغة عربية مش هيبقى امتحان ثانوية عامة يعني، بس امتحان معتدل متوسط. انما هو المهم عنده خلي بالك على فكره المراكز دي كلها المهم عندها المهارات، احنا مش بندرس لمين؟ مش بندرس لعرب، احنا بندرس اربع مهارات، مهاره استماع، قراءه، كتابه، محادثه، هم دول اربع مهارات، مهارتان استقباليتان ومهارتان انتاجيتان تمام؟ تمام كده؟ المحادثه والاستماع والقراءه والكتابه هو ده. فلو لقاك لو لقاكي كويسه في تدريس المهارات دي هو ده اللي يهمه، انما الماده العلميه اي حد ممكن يحصلها. انا لو قعدت ارص على نفسي اسبوع او اسبوعين بدرس نحو بلاغه اخلص الموضوع كله. انما العبره عنده واللي هو بيقف عليه لو هتشتغل سواء في مصر او بره مصر الخبره. ازاي تدرس استماع؟ ازاي تدرس محادثه؟ قراءه كتابه؟ لطالب ما بيعرفش يتكلم عربي. راجل ما يعرفش انا اسف يعني البلدي كده ما يعرفش يمينه من شماله في العربي. بس وبتتكلمش معاه الا عربي. مش هتستخدم اي لغه اجنبيه، غلط ممنوع. ممنوع. ده اسلوب غلط جدا ومفيش مركز بيعمله في مصر ولا بره مصر بالمناسبه. كل المراكز ما حدش بيستخدم الا اللغه العربيه. وده اللي بيفرق معلم فاهم ومعلم مش فاهم، معلم درس او درس او اشتغل على نفسه ومعلم ما اشتغلش على نفسه. انما تستخدم لغه وسيطه لا. والمناسبه في طلبه ما بتتكلمش انجلش. يعني في جنسيات ما بتتكلمش انجلش. فمش كله بيتكلم يعني، فالعبره تعمل واقعي، اول حاجه تطور فيها نفسك، اول حاجه الكفاءه الايه؟ العلميه. تحاول تظبط نفسك في الفتره دي سواء في دوره او سواء مع نفسك في البيت، تشتغل نفسك في النحو والصرف والبلاغه. تمام؟ ده اي مركز لازم تروح لك في الماده العلميه، لازم تعرف كده يعني. طبعا الجانب الثاني انك لازم تحضر دوره بس دوره تكون بشكل عملي. يعني المدرب اللي انت رايح له مش هيقول لك كلام انشا، يعني مش هيطلع يقول لك ايه درس مواطن الساعه كذا، لا لازم يطلعك ويعلمك ويقول لك انت امسك ورقه وقلم، انت عملت كذا ما عملتش كذا، كان المفروض تعمل كذا، استخدمت كده ما خدتش المستوى اللي قبل كده، لا كذا وكذا، لازم تشتغل قدام مدرب لان المجال ده مختلف شويه يا جماعه عن المجالات الثانيه. هو ده فعلا متاح اكتر للرجال والشباب؟ لاني انا لما كنت حاسه بالموضوع لقيت ان تقريبا اغلب المراكز لا 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 النهارده يا جماعه المجال ده دخل فيه كتير جدا مش اصلا تخصص عربي. انا اعرف مهندسين واعرف ناس تجاره واعرف ناس في كليات ثانيه دخلوا درسوا المجال. هو انا المقصد مثلا الشخص اللي قدامي يتعلم اللغه او يعدي مستوى فتره قد ايه؟ والله هو عند كل المراكز هو سنه. لا مستوى ولا لا كله يعني نتكلم يعني مثلا الجماعه دول سنه، مثلا الشيخ زايد تبع جامعه نصر المركز الدولي سنه بياخدوا شهاده بعد كده بيقدروا يخشوا بيها الكليه تبع اي مركز ثاني زي فجر او اي مركز ثانيه برضه